بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكملة لمهارات الجزء اللفظي، اليوم معادنا مع مهارة إكمال الجمل. نبدأ باستراتيجيات التعامل مع أسئلة إكمال الجمل. أولا اقرأ الجملة وحاول فهم المعنى العام لها، لأن كل جملة لها معنى تام مفيد. ثانيا بعد قراءتك للجملة وفهم معناها، غالبا ما تجد بعض الخيارات البعيدة عن الحل الصحيح اللي احنا بنسميها استراتيجية استبعاد بعض الخيارات البعيدة عن الحل الصحيح. ثالثا إذا تعذر عليك فهم معنى الجملة، املأ الفراغ بالاختيار ألف، فإذا استقام لك المعنى فجرب باقي الخيارات في عجالة، وإن لم يستقم لك فجرب باقي الخيارات. رابعا الكثير من الجمل تجري مجرى الحكمة أو المثل. خامسا هناك بعض التعبيرات التي تغير المعنى، مثل غير أن، إلا أن، باستثناء، مع أن، على النقيض. وآخر شيء أن أكثر الجمل تشتمل على ما يسمى مفتاح الإجابة، وهو تعبيرات أو كلمات أو حروف تقربك من الإجابة. ننتقل الآن للأسئلة. هنقرأ الجملة: الحج يلتقي فيه المسلمون تلبية لنداء الله بوحدانيته وعبادته، ويتبادلون فيه نقط كثيرة دينية ودنيوية. الحج إيه؟ الحج موسم؟ فعلا قد يكون. الإجابة هي ألف. الحج مؤتمر؟ لا. الحج منتدى؟ ليس منتدى. الحج التجمع؟ هذا ليس التجمع عادي. نكمل في الكلمة الثانية: الحج موسم، موسم الحج يلتقي فيه المسلمون تلبية لنداء الله بوحدانيته وعبادته، ويتبادلون فيه مصالح، مصالح كثيرة دينية ودنيوية. المصالح الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر ليشهدوا منافع لهم. فعلا ألف هي هتكون هي الاختيار الصحيح. ننتقل للسؤال الثاني: طعنة إيش تدمي الجسد وطعنة إيش تدمي القلب؟ هنا الجسد بيتكلم عن الجسد، وهنا بيتكلم عن القلب. طعنة الصديق تدمي الجسد، طعنة السيف، طعنة العدو، طعنة القريب. فعلا الكلمة الأولى تنطبق في الأربعة، لكن وطعنة إيش تدمي القلب لا، ما تنطبق أبدا على باء. قد تكون ألف: طعنة الصديق تدمي الجسد وطعنة العدو تدمي القلب. لا، العكس، المفروض تكون العكس. هنشوف جيم: طعنة العدو تدمي الجسد، صحيح، وطعنة الصديق تدمي القلب، صحيح. إذا جاءت الطعنة من الصديق فهي أقوى وهي أشد ألما. أختار جيم. خلافا لما يزعم الكثيرون بأن أهل الخليج نقط بالماضي ويهملون الحاضر، فإن نقط الحضارية تفند تلك المزاعم. خلافا لما يزعم الكثيرون بأن أهل الخليج يحلمون بالماضي، يعني المعنى ركيك شوية ما تنطبق. يتشبثون، معنى يتشبثون يعني يتمسكون بقوة، واضح أنها تكون هي باء. يستهينون بالماضي، لا، مرفوضة. جيم: يفاخرون بالماضي، قد يكون. طب نشوف الكلمة الثانية: ويهملون الحاضر، فإن الحضارية، فإن إيه؟ الطرق الحضارية، لا، ما تنطبقش على ألف. فإن الشواطئ الحضارية، ما تنطبقش على دال. فإن الشواهد الحضارية، صحيح. نشوف المعنى كده الصحيح بعد تكملة الفراغات: خلافا لما يزعم الكثيرون بأن أهل الخليج يتشبثون بالماضي ويهملون الحاضر، فإن الشواهد الحضارية تفند تلك المزاعم. فعلا باء استقام معها المعنى. ننتقل لهذا السؤال، أرجو إيقاف الفيديو ثواني وبعد كده نشوف الإجابات. يعد الحليب فراغ أساسيا في النظام الغذائي، والتغذية السليمة إحدى فراغ صحة المجتمع. يعد الحليب وحدة أساسيا، مش مستقيم المعنى فيها خالص، شيئا، لا طبعا، شيئا أساسيا، شيء ده الحاجة المهملة القليلة. جزءا أساسيا، فعلا يعد الحليب جزءا أساسيا في النظام الغذائي، والتغذية السليمة هي إحدى دعائم صحة المجتمع. من حق الجاري على جاري أن فراغ إذا أصابه خير، وأن فراغ إذا أصابه شر. من حق الجاري على جاري أن يعينه إذا أصابه خير، أن يمدحه إذا أصابه خير، لا تنطبق على باء. يزوره إذا أصابه خير، يهنئه إذا أصابه خير، واضح أن أنا أميل إلى دال لأنها فيها قوة. من حق الجاري على جاري أن يهنئه إذا أصابه خير،
وأن يواسيه إذا أصابه شر استقام المعنى مع دال هي الإجابة الصحيحة. الرجل القوي يعمل، الرجل القوي يسكت، لا الرجل القوي لا يسكت، الرجل القوي ينام، الرجل القوي يتمنى، لا مش مستقيم معاه المعنى. تعال نشوف ألف، الرجل القوي يعمل صحيح، والرجل الضعيف يتمنى استقام المعنى مع ألف. طب احنا قلنا ان بعض الجمل هي عبارة عن حكم او امثال. الدين معروف طبعا ان الدين هو ايه؟ هم بالليل صحيح، وايه؟ ومذلة بالنهار. ان الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. نوقف الفيديو ثواني وننتقل للإجابات. من أراد فراغ بلا عيوب لن يجد صديقا. هو بيتكلم هنا على إيه؟ على الصداقة واختيار الصديق. أكيد صح. من أراد صديقا بلا عيوب لن يجد صديقا واحدا. ألف، طب تعال نشوف كده نجرب باقي الخيارات. من أراد أخا بلا عيوب لن يجد صديقا يصادقه، لا ما فيهاش انسجام من الكلمة الأولى والكلمة الثانية. من أراد رفيقا، الرفيق طبعا هو لا يختار، إنما يكون فرد رفيق سفر أو رفيق طريق، لا. من أراد معلما بلا عيوب برضو الاختيار للمعلم. من أراد صديقا بلا عيوب لن يجد صديقا واحدا. ننتقل لهذه العبارة الجميلة. الإنسان الحقيقي فراغ وطنه ويعمل على فراغ وتقدمه. الإنسان الحقيقي يحارب وطنه، لا. الإنسان الحقيقي يحب وطنه. الإنسان الحقيقي يقدر وطنه، طبعا الحب أقوى من التقدير. الإنسان الحقيقي ينمو وطنه. الإنسان الحقيقي يحب وطنه ويعمل على رفعته وتقدمه. فعلا اختار باء. نوقف الفيديو ثواني نشوف السؤال وبعد كده ننتقل إلى الإجابات. تستخدم البصمات في التعرف على الهاربين من مواجهة فراغ مهما بلغت مهارتهم في فراغ. تستخدم البصمات في التعرف على الهاربين من مواجهة القضاء، الشرطة، العدالة، المدارس، لا المدارس لا، وألف لا. يبقى إذا الاختيار عندي بين باء وجيم. تستخدم البصمات في التعرف على الهاربين من مواجهة العدالة أقوى مهما بلغت مهاراتهم في التنكر. جيم هتكون هي الإجابة الصحيحة. فرض الله فراغ على الأغنياء لصالح الفقراء ليتحقق فراغ الاجتماع. بيتكلم هنا على ايه؟ فرض. هل الصدقة فرض؟ لا الصدقة مش فرض. بنستبعد بعض الخيارات البعيدة عن الحل الصحيح. فرض الله الصيام او الزكاة. فرض الله الصيام على الاغنياء لصالح الفقراء ليتحقق الوفاق الاجتماعي. كلمة الاجتماعي دائما تأتي مع كلمة التكافل. صحيح. فرض الله الزكاة على الاغنياء لصالح الفقراء ليتحقق التكافل الاجتماعي. واختار جي. فراغ هو شخص تريه نصف الكوب فراغ فيريك نصفه الفارغ. هو يريد نصفه الايه؟ الفارغ. يعني هذا الشخص شخص ايه؟ سلبي، شخص متشائم. فعلا. يبقى المتفائل لا، المرح لا. جيم وايه ودال. نشوف المعنى هنا. الحاقد هو شخص تريه نصف الكوب المكسور فيريك نصفه الفارغ. المتشائم هو شخص تريه نصف الكوب المملوء فيريك نصفه الفارغ. فعلا دال هي الإجابة الصحيحة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.